الله 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 ما لنا مولى سوى الله. ستعيش شبابك. الله 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 ستجد كل الكون مسخرا لك. مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قل آمين. آمين يا رب. حين تلتزم وتتدين وتصبح من الصالحين ستكفى ابتداء شر كثير من الناس. نعم، قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حين يدعى الناس لفرح فيه صخب ومعاصي وضجيج وربما خمور أو مخدرات سيستثنونك ولن يدعوك أحد لهذه المناسبة. حين تلتزم وتتدين ستكفى شرا كثيرا. حين تكونين منتقبة سيكف الله عنك شرا كثيرا عظيما. صممي أن تتديني لله رب العالمين. صمم أن تلتزم بدين الله عز وجل، لأن سلوك سبيل الله عز وجل في حد ذاته يكف عنك كثيرا من المخاطر. كما قلت لك إن إعفاء اللحية نفسه سيربيك، لا أنت الذي ستربيها. النقاب نفسه هو الذي سيهديك الله به. لا ينبغي لكي تكوني منتقبة أن تكوني قمة القمم وأكثر إنسانة صالحة في الدنيا، بل هو الذي سيعينك وسيأخذ بيدك إلى سبيل الله عز وجل. هيا صديقي، خذ الخطوة وقل إليك أتيت. كلما ناديت يا قال يا